السلام عليكم تلاميذنا الأعزاء، وياكم ست إسراء من المدرسة العراقية الألمانية ديقاء في درس التربية الإسلامية. درسنا لهذا اليوم في الوحدة الثالثة الدرس الثاني من العقيدة الإسلامية اليوم الآخر والمعاد والحساب. هذه المصطلحات الثلاث رح ناخذ كل مصطلح على حدة وشنو المقصود به. تابعوا وياي. الإيمان بالله هو أن نثق ونعترف بوجود الله تعالى ووجوب طاعته وتصديق ذلك بالقلب، فيكون ذلك الاحتراف سبباً في العمل الصالح والابتعاد عن المنكر وكل ما نهانا الله عنه. هنا يوضح لك شنو معنى الإيمان بالله. هو أن نعترف بوجود الله ونثق بوجوده تعالى. هذا الاحتراف والتصديق يكون وين؟ في القلب. من انك تثق وتحترف انه الله موجود، هذا راح يخليك انك تعمل الصالحات وتبتعد عن المنكرات والاعمال السيئه. ولقد فرض الله تعالى الاسلام على المسلم، وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الاخر، وما يتصل باليوم الاخر هو المعاد والبعث والحساب والجزاء. معنى او مصطلح اليوم الاخر شنو المقصود به؟ هو يوم القيامة الذي يحاسب الله تعالى فيه الناس على أعمالهم، فإن كانت خيرا فلهم الجنان الواسعة، وإن كانت شرا عذبهم الله تعالى. ففي يوم القيامة ينفخ الملك إسرافيل عليه السلام في الصور البوق ليعلن قيام الساعة، فيحيي الله الموتى ويعيدهم إلى الحياة. هنا يقول لي معنى يوم الآخر هو شنو؟ هو يوم القيامة. هذا اليوم الله راح يحاسبنا على كل الأعمال اللي عملناها في الحياة الدنيا. إذا كانت هذه الأعمال صالحة خيرة راح نروح للجنة، أما إذا كانت سيئة راح نروح للنار. هذا اليوم عندما يكون يأمر الله سبحانه وتعالى الملك إسرافيل بإعلانه، وهو عن طريق ماذا؟ عن طريق النفخ في الصور. شنو الصور؟ البوق معناها. هذا اليوم عندما ينفخ الملك إسرافيل في الصور سيكون هو يوم الساعة وقيام القيامة. بعدها هنا راح يجينا مصطلح يسمى المعاد. شنو المقصود به؟ معناه إعادة الله تعالى الحياة إلى الناس بعدما كانوا أمواتا، أي إن الله تعالى سيبعث الناس من قبورهم ويخرجهم منها ليجزيهم على أعمالهم. الناس من كانوا أموات في الحياة الدنيا ونفخ الملك إسرافيل في الصور في البوق، بعدها هنا الله سبحانه وتعالى سيرجع ويعيد الحياة إلا إلى الناس بعدما كانوا أمواتا. ليش رح يرجع لهم الحياة؟ حتى يحاسبهم ويجزيهم على كل الأعمال. هنا قد يكون عندك سؤال أو يتبادر إلى ذهنك سؤال، كيف يحيي الله الموتى؟ هم أموات، شلون الله رح يرجع لهم الحياة؟ هنا مطينا مثالين. المثال الأول جدا بسيط ومثال كتقريبي إنه الفكرة توصل لك. يقول لك إنك لما ترسم فد نخلة أو شجرة أو فد وردة على السبورة أو على الورقة أو على المكان، بعد فترة إنك تقوم بمسح هذه الرسمة اللي رسمته، أنت مرة ثانية تقدر تعيده؟ طبعا أنا أقدر أعيد هذه الرسمة اللي رسمته. ليش؟ لأن أنا أعرف شلون رسمتها بالبداية، فشيء أكيد حتى لو مساحتها رح أرجع أرسمها نفس ما كانت أول مرة. كذلك الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الإنسان، هو اللي قادر على إحيائه وعلى أماته، فبالتالي يستطيع وأنه قادر على إرجاع الإنسان مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى الحياة. بعد كذلك منطينا قصة من القرآن الكريم تتحدث لنا على رجل وهو على حمارة. أكو رجل على حمارة مر أو مشى على قرية، هذه القرية جميع أهلها وسكانها هم أموات، لكن بيوتها بقت مهدومة خاوية خراب. الرجل بينه وبين نفسه سأل سؤال، قال شلون الله رح يرجع أهل هذه القرية إلى الحياة بعدما شاف الخراب وإنه كلش البيوت كلش خربانة ومهدومة؟ فالله سبحانه وتعالى هو شنو بالبداية الرجل استبعد أن يرجعون إلى الحياة. الله سبحانه وتعالى قال في بسم الله الرحمن الرحيم أن يحيي هذه بعد موته. الله سبحانه وتعالى العفو أراد أن يبين لهذا الرجل آياته وقدرته على أنه يستطيع إرجاع الحياة إلى الناس عن طريق ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أمات هذا الرجل
هو وحماره أمات كم؟ أمات 100 عام. بعدها بعث الله الرجل وعاده إلى الحياة وترك حماره. يعني هذا الرجل اللي قال الله شو راح يرجع هاي القرية إلى الحياة، موت الرجل الله سبحانه وتعالى هو والحمار 100 عام، 100 سنة. بعد 100 عام الله سبحانه وتعالى رجع الحياة لمن؟ إلى الرجل، أما الحمار فبقي ميت. هنا الرجل من استيقظ وأرجع الله سبحانه وتعالى له الحياة ظنه أو أنه عباله نايم يوم أو أقل من اليوم، لكن قيل له أنك قد لبثت أو مدة 100 عام، وإذا أردت أن تتأكد منك ميت مدة عام انظر إلى طعامك فإنه لا زال جديدا وغير تالف، وكذلك انظر إلى حمارك راح تشوف أنه لم يبقى إلا العظام. هنا الله سبحانه وتعالى شنو أراد؟ أراد أنه خلى الحمار ميت وأصبح جسم الحمار متناثر تراب، وخلى طعام الرجل كأنه جديد وغير تالف حتى يأكد للرجل بأنه قادر على أن يحيي الموتى ويرجع الحياة إلى الناس، وأراد أن يوضح للرجل كيف يجمع العظام بعدما أصبحت متناثرة، بعدما أصبحت فتات شلون راح يقدر يرجعها للحياة ويكسوها لحم بعد اجتماعها ويرجع الحياة إلى الناس. وهذا يبين قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى بعد هلاكهم وبعد موتهم. لذلك وجب علينا أن نؤمن بأن هناك يوم آخر، أن هناك يوم معاد الله سبحانه وتعالى يرجع لنا الحياة بعد المعاد. من الله سبحانه وتعالى يرجع لنا الحياة، ليش الله قلنا يرجع لنا الحياة؟ لكي يحاسب الناس، من أجل الحساب، فيجزي كل إنسان بما عمل سواء كانت هذه الأعمال صغيرة أو كبيرة. هذه الأعمال كلها مسجلة علينا من خلال الملائكة اللي موجودة على يمين الإنسان وعلى شماله، تسجل كل هذه الأعمال، فبالتالي ستشهد علينا كذلك الأيدينا وأرجلنا وألسننا بما فعلنا، وإن كانت حسنات أكثر قلنا راح يدخل الجنة ويفوز بالجنة، اللي سيئاته راح تكون هي الأكثر، فبالتالي سيعاقبه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحد، لذلك لابد علينا أن نعمل الصالحات ونترك المحرمات. هنا هما راح يجيك السؤال، أو أنت يتبادر إلى ذهنك سؤال، لماذا الحساب؟ الله ليش يحاسب الناس على أعمالهم يوم القيامة؟ هنا نفس الحالة مطينا مثال توضيحي تقريبي، مثال جدا بسيط. يقول لك لما أنت تكون طالب مجتهد مؤدب تأدي واجباتك على أتم وجه، ما عندك أي غيابات، تلتزم بالدوام، أنت تقبل أن المعلم يعاملك نفس المعاملة مع الطالب المهمل، مع الطالب الكسول، مع الطالب اللي غياباته أكثر من مرة؟ شيء أكيد أنك ترفضي هذه المعاملة، أنك لازم أنه يعطيك معلم استحقاقه، كذلك المهمل يعطيه استحقاقه، ما يصير أن هناك مساواة بينكم. كذلك الله سبحانه وتعالى ما ممكن أن يجعل جزاء المؤمن كجزاء الكافر، كذلك الله سبحانه وتعالى ما يقبل بالظلم، فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى راح يحاسب الظالم على ظلمه، كذلك يحاسب الإنسان السيئ على أعمال السيئة، ويجزي المحسن والإنسان اللي عمل الصالحات على هذه الأعمال. لذلك فإحنا علينا أنه نخشى الله سبحانه وتعالى ونعرف أن هناك يوم راح نتحاسب على كل الأعمال اللي نعملها. لابد أن نحترم الناس، ما نحتدي عليهم، ما نظلمهم، نساعد الفقراء والمحتاجين. فلذلك الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسل والأنبياء عليهم السلام حتى يبينوا لنا طريق الحق، يبعدونا عن كل شر، وقد حذرنا الرسول من عذاب يوم القيامة، ودعانا إلى أن نعمل الصالحات، نعمل نكثر من الأعمال الخيرة، ونهانا عن المنكرات، وكذلك أنه الله سبحانه وتعالى أنطانا عقل، هذا العقل أنا أعرف هذا الطريق وهذا العمل صح ولا خطأ، هذا الطريق صالح ولا سيء، فبالتالي لازم أن نعمل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى وننتهي عما نهانا وحذرنا منه. هذا اللي يخص درسنا لهذا اليوم، نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. دمتم في حفظ الله ورعايته.